عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. أما قبل ما نبدأ في الوصفة متاعنا لليوم، نحب نقول لكم إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال بإذن الله. قدوا أول نهار في رمضان، نحب نقول لكم اللي إن شاء الله سنة زيدة كيف ما عام نول، كل يوم على مدة شهر رمضان كامل كل يوم باش نهبط لكم فيديو الصباح فيه دبارة كاملة من الشربة للطبق الرئيسي للمقبلات للحلو الحاجة حلوة للسهرية وقال للسحور. كل يوم كيف ما قلت لكم باش نهبط لكم فيديو فيه دبارة كاملة، قلت يعاونكم في الدبارة خاطر من المكثر احنا في رمضان ديما نبداو حايرين في الدبارة. حاجة واحدة باش نطلبها منكم، قولوا لي شنو هو الوقت اللي ساعدكم باش نهبط لكم فيه الفيديو، انه هو الوقت اللي نتوما سايه تبداو معناها متفاضيل وتبداو تلوجوا على الدبار، تحبوا العشرة تحبوا الحديش تحبوا نصف نهار، قولوا لي الوقت خاطر انا مازلت ما حددتش الوقت. بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله باش نحضر معاكم السحور نتاع الليله، وكيف ما قاعدين نشوفوا باذن الله باش نعمل معاكم مصفوف. دونك المكون الاساسي اللي هو كسكسي مصفوف، انا متوفر عندي الكسكسي هذايا سبيسيال مصفوف موجود في المغازات الكل، مش متوفر عندك خذ كسكسي جويد، خذ اي كسكسي يكون جويد باكويت، من المستحسن باكويت خاطر المصفوف كان باش نعملوه بكسكسي العوله، حنا كسكسي العوله مالح ماهوش باش يمشي برشا. دونك كان لقيت كسكسي سبيسيال مصفوف خوذ، ما لقيتش خوذ اي كسكسي اما يكون جويد على الاخر. دونك عندي لهنا كسكسي، عندي زيت زيتونه في الصحفه هذه حطيت كاس زهر وكاس ماء خلطتهم مع بعضهم، ولهنا بالنسبة للصحن هذايا يكون حسب الذوق وحسب الحاجات المتوفرة عندك. انا شنو متوفر عندي؟ حطيت تمر وزبيب وشوية فاكهة، هذوما تنجموا تعملوهم كيف ما تحبوا انتوما. اول حاجة باش نعملها لهنا حطيت المقفول متاعي وعبيته، حطيت فيه الماء وحطيت فيه شطر كعب عقارس باش المقفول ما يبيضليش. هذايا باش نهز نحطو يسخن الطبق اللي انا نحضر الكسكسي. باش نحط لهنا الكسكسي، انا باش نعمل كميه صغيره مش كميه كبيره، مقدار 200 غرام هكذا يكفي. هنا هكا حطيت الكسكسي نتاعي مقدار 200-250 غرام. هنا باش نحط شويه زيت زيتونه، زيت زيتونه يبنن المصفوف. ولهنا باش نوصل نبثث الكسكسي بالزيت هذيك ونوصل الزيت للكسكسي الكل هكيكا باش يجينا مفرك ويجي كل كعبه وحدها. لهنا كيما قاعدين نشوفوا هكا بثثت الكسكسي بالزيت بالباهي، شوفوا كيفاش الكسكسي ولا كله مبلول بالزيت. باش ناخذ الصحفه هذه اللي قلت لكم حطيت زهر وزهر وماء بسم الله هكا باش نرش ما شاء الله ريحه الزهر فيه توا كي حطيت خرجت الريحه. لهنا هاكا كيما نعملوا للكسكسي باش نبل الكسكسي بكلمي والزهر هذيك، علاش فما اللي يحطوا الزهر في الاخر اكهو، انا نخلط من الاول ونخليه يتفور بالزهر هكيكا باش يشبع هو بكا بنكهه الزهر ويجينا بنين. نجم تحطوا عطر شيء كان تحبوا، نجم تحطوا موارد، اما الحق بنت المصفوف بالزهر. لهنا شفتوا ما شاء الله كيفاش الكسكسي بذر، باش نزيد شويه نحطوا كميه الماء حتى لين نحطوا بشويه بشويه حتى لين نحسوا كعبه الكسكسي تبلت. باش نزيد شويه اخر ماء شويه كها هكا، خلطوا هكا صوابعي لهنا باش نستويه ونخليه يرتاح شويه حتى لين يشرب الماء الوقت اللي الماء نتاعي يغلي. هذا الكسكسي خليته مده 10 دقائق توا بسم الله باش نجي نفركو هكا بيد بصوابع يديا هكا نحل هكا العابر هذيكم نحلهم هكا. توا شنو باش نعمل؟ المقفول هكا بدا يغلي، باش ناخذ الكسكيس ونحط فيه الكسكسي وباش نحطو يفور التفويره الاولى ما بين 15-20 دقيقه. اما ما نحطو الكسكيس على المقفول الا ما يكون الماء يغلي والبخار خارج هكاكا باش ما يعجنش. هذا الكسكسي فور التفويره الاولى، توا باش نرجعو للصحفه نحلو شويه بالمغرفه
هنا هاو حليته شويه. شنو باش نعمل؟ كالماء المخلط بالزهر هذيك، وعلى فكره قبيله وهو قاعد يفور ريحه الزهر ما شاء الله بالحق معبيه الدار. دونك هنا هاو باش نعاود كيف ما قبيله نبل الكسكسي بك الماء والزهر. ولهنا باش نخليه يشرب هكا الماء هذيك مدة 10 دقائق هكيكا 7 دقائق. لهنا خليت الكسكسي يشرب، توا باش نجي نفركو. ولهنا باش نرجع الكسكسي يفور التفويرة الثانية. كيما قبيله مده التفوير ما بين 15 و 20 دقيقه، وراهو قد ما تخليه الكسكسي يفور قد ما يترى ويجي ابن، نجم تخليه حتى اكثر من 20 دقيقه. ولهنا قبل ما نرجع الكسكسي يفور باش نزيد نحط له الزبيب باش يفور معاه ويترى. لهنا الزبيب اغسلته ونقيته نحطه يفور مع الكسكسي هكاك باش يترى وما يقعدنيش يبس. ولهنا الكسكسي سي فور التفويرة الثانية باش نرجعو للصحفة، نحلو هكا شوية. ولهنا باش نحط له الزبدة، أنا عندي زبدة المصفية، أكيد كان عندك حط الزبدة المصفية تكون خير من الزبدة، سينو حط زبدة عندك زبدة المصفية، حط زبدة عادية. وإلا تنجم تحط زيت زيتون، هذا حسب الذوق. أنا هاكا حطيت من الأول زيت زيتونة، وتوا حطيت زبدة، حطيت مغرفة باهية كبيرة. نخليه هاكا نرجع ليها الكسكسي باش تذوب بالسخانة، خاطر الزبدة يابسة كانت في الفريجيدير. ولهنا نخلط ونوصل الزبدة للكسكسي الكل. ولهنا بنفس الماء متاع قبيله اللي مخلط زهر وماء باش نعاود نسقي الكسكسي مره اخرى. تخليطه صغيره ونخليه يشرب الماء هذاك في عقله. في الوقت اللي الكسكسي باش يشرب بك الماء هذاك، انا باش نحضر الفيكيا. لهنا كما قلنا كميه الفيكيا لهنا قسيتها على زوز بالسكينه. انا كي تعجبني كي تبدا مقصوصه هكا خير من اللي نخلي الكعبه على طولها. باش نحط لها شويه زبده باش نعملها هكا طحنه صغيره. بالنسبه للفيكيا اللي عندي معرجه راهيه، باش نحط لها شويه زبده. كيف كيف حطيت لها من الزبده المصفيه، على خاطر الزبده المصفيه ما تخليش الفيكيا تكحل. ساعات كي نقليو الفيكيا في الزبده هكا تلقى كعبه اللوز فيها نكته كحله، هذيك راهو من الحليب. كان عندك زبده مصفيه قليها بالزبده المصفيه مده دقيقتين هكاك على الغاز، على خاطر انها الفيكيا معرجه. كان الفيكيا اللي عندك ماهيش معرجه بتبيع اكثر. لهنا الكسكسي هاوكا شرب حركته، توا شنو باش نعمل؟ باش نزيدو السكر. انا باش نزيدو السكر، تنجمو تزيدو السكر اللي تحبوا عليه، والا تنجمو تزيدو عسل. بالنسبه لكميه السكر بتبيعها حسب الذوق. نخلط مزيل سخون توا يذوبك السكر هذاك ما يقعدش يتقرمش. انا لهنا باش نقص منه شويه، مش الكل باش نخلطه اليوم، باش نخليه خاطر انا يعجبني بالحليب، باش من بعد نعمله بالحليب والبقيه باش نعملها بالفيكيا. هاكا نقصت شويه. نجي لهنا لك الفيكيا اللي عملتها بالزبده، شفتوا حتى اللون نتاعها احيه هاكا بالزبده. توا باش نحط
الفيكيا بتاعي. ولهني باش نزيد شويه بندق ونخلط. وهكا يكون المصفوف حضر، ما عاد كاين باش نحطوه في صحن التقديم. هذه نتيجة نهائية للمصفوف اللي عملته معاكم بالتمر والزبيب والفيكيا. انا اخترت باش نقدمه بالطريقة هذية، بالطبيعة كل واحد يقدم بالطريقة اللي يحب عليها. بالنسبة للتمر نجمو نقصوه ونخلطوه من داخل، كما قلت لكم انا اخترت هكا باش نخلي التمر من برا ونزين بيه. هذا ان شاء الله باش يكون سحوري لليلة. نقول لكم مرة اخرى ان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وتو ما قعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامة.